هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. طبخه هذه بغيت اسويها بعد صلاه العصر من كثر ما هي سهله ومره سهله وبنفس الوقت طعمها جميل، والناس اللي يحبون البطاطس بتعجبهم الطبخه. فخلنا نبدا على طول. عندي مويه الحاره على طول، ونبدا نحط البطاطس. اول شيء عندنا البصل مقطع بالطريقة هذه. عندك كزبرة هنا نقصصها بالشكل اللي نبغاه، بس يعني افضل انها تكون صغار. زيت زيتون أول شيء، شوي بصل، بنزل اللحم بالطريقة هذه، ننزل البهارات عندي في البابريكا، ملح فوق من بعد، ورق فينا كزبرة مع البصل كله مع بعض. شوف هذا البطاطس مهروس، حطيت معه فلفل اسود وزبده، شوف جاهز مهروس زين. نبدا على طول الحين بالصينيه بالطريقه هذه، نبدا ننزل البطاطس كذا، ثانيه نبدا ننزل عندي الحشوه كذا بالطريقه هذه فوقها، نبدا عاد ننزل فوقها ايش اللي هو الجبن موزريلا اخر شيء. نجرب صح انها حارة، بس ابغى اجربها معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قايل لكم من البداية اللي يحب البطاطس تعجبه هذه.